السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ترتيب المعلومات في برنامج الاكسل. على سبيل المثال عندي شوية معلومات وعايز ابدأ ارتبهم، فبعمل عليهم سيلكت وبعد كده اجي هنا من سورتنج ممكن تقول له رتبهم لاي زد. طيب هو يرتبهم حسب اني عمود كده، هيرتبهم حسب السيتي مثلا، فبتقول له رتبهم حسب السيتي. عايز تغير ممكن تقول له سورتنج وتقول له انا مش عايز حسب السيتي، انا عايز حسب النيم. اوكي يبدأ يرتبهم حسب الترتيب الاسماء. طيب ممكن تقول له سورتنج وتقول له لا رتبهم حسب النمبر، فيبدأ يرتبهم لك حسب النمبر. ممكن تقول له لا سورتنج وتقول له لا انا عايزهم اول حاجة بالنيم، ولو في اتنين بنفس الاسم رتبهم لي حسب النمبر. وممكن مش بالقيمة بتاعت الفاليو، لا ممكن تبقى باللون نفسه او بالفونت. طيب ممكن تقول له مثلا انا عندي هنا من هوم عندي مثلا هخليها الوانها مثلا بأي لون من الألوان ديت، تمام بالشكل دوت. تمام أنا أشوف لون تاني، خليها مثلا نقول له ده مثلا 900 بالشكل دوت. طيب دلوقتي بقى هروح هنا هناك بقى للسورتنج وأقول له الغي ديت وخلي ده يرتبهم بالنمبر بس بالكالر، تمام يبدأ يرتبهم حسب الالوان. طيب بعد كده بنلاقي حاجه اسمها فلتر. يعني ايه فلتر؟ يعني عندي معلومات كتيره جدا وعايز ابدا انظمها، فبقول له انا عايز اعمل فلتر، عايز اعمل فلتر اهوت. فبيبدا يحط لي الاسهم دي. الاسهم دي معناها ايه؟ ان انا هاجي هنا هلاقي كل الاسامي. فانا مثلا عايز كله ما عدا محمود ومعاذ وسليم، الباقي اللي هو علي وعمر. يبدا يجيب لي يصفي لي المعلومات بحيث ان هو يوصل لي الحاجه اللي انا عايزها. ممكن مثلا النمبر تيجي هنا تقول مثلا انا مش عايز ديت. طيب انت ممكن تقول له كلير فلتر، وهنا تقول له اظهر لي كل المعلومات بالشكل دوت. تمام ففلتر بيخليني افلتر المعلومات اللي عندي واقدر اشوف ايه الحاجه اللي انا عايزها. ممكن اقول له رتبهم لي في سورتنج برضه بتظهر معايا هنا.